من داخل نقابة الفنانين التشكيليين. النهارده بيسعدنا بقى وبيشرفنا في افتتاح معرض الفنان الكبير محمد رضا، وعاوز اعرف بقى منه النهارده ده المعرض الكام، والنهارده وعاوز اعرف منه كمان اسم روحانيات والجديد في روحانيات. هي فكرة روحانيات هو امتداد لمعرض لوحات حياتي من سنتين. الفكرة في ان ازاي الرسم التعبير يعبر عن ما بداخل الانسان لشيء هو مش عارف يقوله بلسانه لكن يظهر في لوحات عن طريق رموز وعناصر ويتوج بالسيكولوجية الالوان. ايوه يعني عاوز اقول بقى ما دام انت دخلت في الموضوع، يعني عاوز اقول ان ما بيبقاش في فكره مسبقه للعمل التشكيلي في الذاكره. هي فكره في الباطن بتبقى مجرد ان بيبقى بغوص جوه. هو اسمح لي بلورتها على اللوحه تبقى ازاي؟ هي بلورتها من اللاوعي في مبدا، بعد كده اعرف انا كنت عايز ايه اللي انا بفكر فيه ولا ايه الموقف اللي انا تعرضت عليه في الاخر. في الاخر بلاقيه في اللوحه. طيب وعندما بقى تتناولها وبتخرج للمتلقي، انت شايف من احساسك انك قدرت توصل الرساله اللي جواك او توصل الرساله للمتلقي ان هو يتجاوب او يتماشى معاك او يحس باحاسيسك او يحس بالرساله اللي انت عاوز؟ بالتاكيد هو لما بيتامل اللوحه وبيشوف العنصر بيقدر يربطه العنصر ده انا بقصد ايه المدلول الخاص بيه، او من ناحيه الالوان نفسها ايه الهدف منها، وبيقدر يحدد انا كنت عايز اقول ايه. هي سهلة جدا الفهم وليس صعبة. أنا شايف إنك النهاردة في أعمال من خلال ألوانك في صوفيات كده وفي أخضريات ومفيش حالة من التأكيد أوي. ما إحنا قلنا سيكولوجية الموقف نفسه، سيكولوجية الألوان للموقف نفسه هي اللي حددت الألوان ديت من اللاوعي. يعني نقدر نقول إن كل لوحة ممكن يبقى ليها حالة؟ ليها موقف معين اختزل من خلال يومي في الغربة، طلع في الاخر في اللوحه عرفته من خلال الرمز والعنصر واللون هو اللي اكد لي عليه. وليس مش بالضروره يومك، لكن ممكن يكون مشوار او حاله. هو ممكن يكون موقف او شيء ما بنفسي عايز اقدر اعبر عنه بيظهر لي في خلال اللوحه وهي اللي بتحكي لي تقول لي انا كنت عايز اقول ايه او انا بفكر. طب النهارده انطباعك بقى منك انت النهارده مختار الفنانه اميره علاء في المشاركه في معرضك. جاء الموضوع ازاي واديني يعني جات لكم الفكره ازاي؟ هو تعاون فني ما بيننا كأصدقاء، وفنانة هي شعلة من نشاط وبتحب تتنقل من مدرسة لمدرسة 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 بحكم ان هي شاركت في كتير في معارض جماعية، ولكن ما كانش لسه في المسألة اللي هي يبقى في معرض خاص، فبدأ التعاون من خلالنا احنا الاثنين. انا بكمل معرض سابق ليا وهي عايزة تظهر نشاطها المتعدد، فبدأنا نعمل توليفة او وجبة غذائية أو وجبة فنية غذائية للروح. يعني هو انا شايف عندها حالة بصراحة يعني، ويمكن قريبة منك كتيرة. هي تنقلاتها لسه ما ثبتتش وهي قالت كده في الحوار. هي تنقلاتها كتيرة، اما انا بالنسبة لي انا ارتباط ما كنتش اعرف اني بحث من بحث كان في التمهيدي في بداية حياتي، هو يأثر فيا يخليني اهتم بيه بعد 20 سنة عشان اطلعه بالشكل اللي انا بطلعه دلوقتي مع النضج الفني طبيعي. لكن هل هتستمروا على هذه الحالة؟ بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة لها؟ لا أنتوا الاثنين هتستمروا؟ والله هو من الممكن يكون في تعاون تاني لكن مع محطة تانية فنية غير دي تماما، يعني بركز على تيمة معينة للمعرض الخاص بيا، تيمة معينة هي اللي بتحدد أنا عايز أعمل إيه. سؤالي للفنان محمد رضا، ليه دايما بيختار قاعة النقابة الفنية التشكيلية؟ والله إن كانت طبعا هي بيتنا اللي اقدر اكبر، يعني ما نقدرش حد شيء يقدر يخرج بره. هي شيء جواك شخصي انت بتحبها؟ لا والله هي صدفه، هي صدفه عموما ان انا يكون هنا ليا المكان اللي هو بيتي اللي متواصل بيه باستمرار وفي وسط زملائي وفي وسط الفنانين اللي بحبهم ويحبوني بنتجمع هنا. لكن طبيعي ان انا عرضت في اماكن كثيره وشاركت في معارض دوليه كثيره. انا عارف دون، هل في مشاريع اي اخرى جايه في قادمه؟ بالتاكيد مع اسلوب مختلف تماما هعالج فيه التراث الاسلامي بشكل فلكلوري. يعني انت عندك افكار تاني لسه كتيره جدا. انا بستخرج ما تعرضت له في حياتي من المراحل الفنيه، ابدا مع النضج الفني اخرجها ازاي. يعني انا عاوز اقول لك الف الف مبروك على المعرض ده وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. متشكرين جدا فنان محمد، شكرا، سلام عليكم.